كلام ليك انت يا رجل، لو انت مرتبط بأي أنثى من إناث القمة اللي هتيجي معانا في حلقة النهاردة، بس عايزين نفهم سريعا كده يعني ايه إناث يتخاف منها في الحب؟ يعني إناث ما بتستحملش قرف الحبيب. النساء اللي هتيجي معانا في القمة دي ما بتستحملش مشاكلك وأخطائك كتير، يعني ممكن يبقى غلط من وجهة نظرك صغير ما يستاهلش تطلع عينك عليه، أو ممكن كمان تنهي العلاقة. أنت بتتكلم بجد؟ والله بتكلم بجد. هنوضح كل أنثى من الإناث اللي هتيجي معانا بالذات في القمة ليه بتعمل كده، وفلسفتها معتمدة على إيه. يلا بينا. أنا بأجمل ناس في الدنيا برحب بيكم كده سريعا، وبرضه بقول للجديد اللي بينضم لنا عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، وقناتنا على اليوتيوب محمد أبو زيد، ونفس الاسم على الفيسبوك، يا ريت تشتركوا. وعندنا لايف الساعة 9 بتوقيت مصر، على الانستجرام بعده بساعة على طول الساعة 10 لايف برضه على الفيسبوك، يا ريت تنضموا لنا من الرابط دي في وصف الفيديو أول تعليق. يعني بنجاوب على كل أسئلتكم واستفساراتكم، وبندردش وبنقرب من بعض أكتر. والناس اللي بتشوفني كمان على الفيسبوك يا ريت تعمل شير لأي حد تعرفه الحلقة دي ممتعة. كل نساء الأبراج، كل أنثى بقى تقول لنا إحساسها بنفسها هتيجي في المركز الكام. أكيد كل أنثى في الموضوع ده، وبالذات اللي ارتبطت عارفة نفسها. وأي رجل حتى تعامل مع أنثى من برج معين يقول لنا أنا أتوقع هتيجي في المركز الكام، وحد أذكى شوية يقول لنا المركز الأول هيكون مين. في المركز ال 12 هي أنثى برج العذراء الترابي. قلت قبل كده وبقول، تعرف أو ما تعرفش المعلومة دي عن العذراوية مقارنة بكل نساء الأبراج، هي ترحل مرة واحدة أو مرتين، يعني أقصى حاجة. معنى كده إن أنثى برج العذراء تتحمل حمولة من الدرجة الأولى وتعديلك وتصبر وتقول عشان العيشة وعشان وعشان، فتستحملك. فمقارنة بنساء الأبراج هتيجي معانا في المركز ال 12. صدقني مش هتتعبك أنثى برج العذراء، يعتبر رحمة، فطول بالك معاها، أو أنت يعني خفف من أخطائك شوية مع أعلى منها في المركز ال 11. أنثى أخرى من الإناث اللي عندها احتواء كبير وصبر كبير على اللي مرتبطة به هي أنثى برج الحوت المائي. والله بتيجي على نفسها، أصلي العذراوية تيجي على نفسها، خلي بالكم، عشان العلاقة تستمر. والحوتية كده، بينما إناث القمة بيبقى صعب إن هي تعمل النقطة دي. أكتر أنثى أو من أكتر الإناث اللي عندها احتواء هي أنثى برج الحوت، بالذات لما تحب، أعلى منها في المركز العاشر. تستغربوا، حمولة جدا رغم قوتها أنثى برج العقرب، وتحسبها بالعقل وتوزن وتطول بالها وتقول يمكن يتغير، يمكن اللي جاي أحسن، يمكن في دنيا لسه ما عشناهاش على رأي الأغنية العقروبة. ولكن النساء دي كلها التلاتة ساعة ما يفيض بيها الكيل هتقول لك والدتك في العش ولا طارت، يلا بطريقة شيك اهي، مش هتلاقيها معاك. تتحمل ولا تنسى، النساء دول أي نعم بيتحملوا، تحس في البداية إن هم يعني بيعدوا بيكبروا دماغهم، ولكن ما بينسوش وقلبتهم وحشة. خلي بالكم، يا ريت تدوسوا لايك، نسيت اقول لكم رجاء يعني الحلقه لو عجبكم دوسوا لايك، اكيد هتعجب بقيه اصدقائنا. مش عجبكم دوسوا ديسلايك، بس عرفوني السبب، انتوا عيلتي وانا لازم اطلب منكم حاجه زي كده. نعلى نوصل لمركز التاسع عشان ما يختلطش علينا الامر. احنا كنا عاملين حلقه قبل كده اكتر الاناث قهرا للرجال، بالله عليكم ما حد يربط هنا وهناك. احنا كنا بنتكلم بشكل عام في الحلقه اللي فاتت، انما هنا بيشترط ان الانثى بتتكلم علاقتها مع الرجل اللي هي مرتبطه بيه بتعمل ايه معاه. اللي فاتت احنا بنتكلم عن اللي عندها قدره على القهر والتعذيب، انما هنا بنقول لك ان انت تخاف منها، قصدنا يعني اللي ممكن تسيبك او تعمل لك مشاكل على اي غلطة، عشان كده ممكن تكون متعبة ليك. في فرق يا جماعة، انا بوضحها. اللي فاتت حاجة ودي حاجة، ابرزها اللي انا بقوله ده. أنثى برج الثور اللي في المركز التاسع أيضا من النساء، احنا دخلنا في منطقة وسطى بقى، بدأنا ندخل في منطقة وسطى تشغل العقل، وهنصبر وهبلع غضبي وهكتم غضبي، وتتشابه مع أنثى برج العقرب في حلقة النهاردة بنسبة كبيرة. يفيض الكيل، نقلب الترابيزة، بس في البداية ما بتقفلكش على الواحد. هي المشكلة في نساء القمة بالذات إيه؟ إن هي نساء ممكن تقفلك على الواحد مع أول غلطة حتى لو صغيرة، تقوم الدنيا حريقة. دي المشكلة، أعلى منها في المركز الثامن أنثى برج الجدي رغم قوتها، أنثى قوية جدا، المرأة الحديدية، العقل بقى وعايزين نستقر. ولا انا هطول بالي عشان ما اضحكش حد عليا، ومش هشمت حد فيا، ولو في اولاد عشان الولاد معلش، وعشان الدنيا. انثى برج الجدي تحسبها
السرطونة، سندريلة نساء الأبراج في المركز السابع. هنبدأ نخاف شوية شوية، لأن السرطونة مودية حساسة متقلبة المزاج، عندها شوية عند كده، يعني لما بيفيض بيها بتيأس من الدنيا واللي فيها. هنا توصل لمرحلة ما عدتش باقي على حاجة، ولو السرطونة وصلت لمرحلة ما عدتش باقي على حاجة هتقرفك أنت كرجل، فلازم تخاف منها. هتبص تيجي تكلمها تقول لها مالك، تقول لك مفيش، انت بتحكي مش ضحكة، طيب بحبك عادي. تبص تلاقي كتلة بركان المشاعر ده تحول للوح تلج. هي كده، عشان كده متعبة، عشان كده هتخاف منها. بس امتى؟ في الحب، بس لما يكون بيجمعك بيها علاقة حب أعلى منها في المركز السادس. جد الجد هي العسل، أنثى برج الميزان. أنا اتخلقت عشان الفرفشة وعشان الحياة، والعمر واحد والعمر ساعات. دايما تلاقي الميزانية فلسفتها في الحياة كده، فلما تيجي أنت تبقى مش على هواها، تعمل غلطة بتضايقها قوي، صعب تتأقلم شوية. ممكن تقول لك حياتي وملعون أبو الارتباط على اللي عايزين يرتبطوا، وهبقى سنجل لحد ما الاقي اللي أنا عايزاه. بس مش عنيفة، أنثى برج الميزان مش زي أنثى برج الدلو اللي في المركز الخامس. خلقت أيضا للاستمتاع بالحياة، وترى أن العاطفة دي مش في أولوياتها. وأنا دايما بقول، ودي حاجة ممكن تكون إيجابية في بعض الأحيان، وممكن تكون مش محببة في بعض الأحيان. يعني الدلوية أنثى عاشقة للحياة، ممكن موقف صغير عادي مش مهم نعدها لك، موقف تاني يا عم انا بدأت اتخنق، انا بتخنق بسرعة، الموقف التالت لا بقول لك ايه، بلا حب بلا بتاع، انت يعني فكرك ان انت قلبي والكلام ده، ومش هقدر اعيش من غيرك، ده انا اقدر اعيش من غيرك وبستين واحد زيك كمان ما يأثروش فيا. انثى برج الدلو عشان الفلسفة دي تحديدا اللي انا قلتها بالبلدي دي، لازم تخاف منها في الحب. معنى تخاف منها مش ان انت هتعيط، يعني ان هي ممكن تسيبك في اي فجأة، تسيبك في اي وقت، ان هي ممكن تتغير معاك بسرعة وتفضل معاندة ومتغيرة ومش في بالها، ان هي ممكن تدوس كمان على قلبها لو لزم الامر، ان هي بتحب الحياة، ان هي ما بتحبش ابدا غير كل حاجة، يعني حاجات كتير. عشان ما نطولش في موضوع الحلقة، هنعلى اكتر، نخش في الجد اكتر. تخاف يا رجل اكتر لما نخش في النار، وانا قلت ما ادراك بالنار. اول انثى نارية، أنثى برج القوس، في خفة الدم تاخد نشاء، في الإيجابية تاخد امتياز، في القبول وحب الناس ملهاش حل. بس القوسية تخاف منها ليه بقى؟ هوضح لك أهو. أنت حبيت أنثى برج القوس، ارتبطت بيها أيا كان نوع العلاقة، ورتبت حياتك خلاص معاها، وجيت عملت خطأ، وعملت كمان خطأ، نفس الخطأ كررته، ووصل للقوسية ان انت يعني بتستعبط زي ما احنا بنقول، قرفت القوسية، تطول بالها تقول حبيبي وهستنى وهستحمل وادمع ومستنيك تيجي تصالحني. غالبا ولكل قاعدة دايما بقول استثناءات، القوسية مقارنة بالنساء اللي سبقوها ما تطولش نفسها في حاجة زي كده، ما تلاقيهاش في حياتك، سريعة ورتم حياتها سريع، والنار ليها كلمتها في حلقة النهاردة. المركز الثالث أشد وأشد، الجوزائية. الجوزائية ذكية أوي، بس ساعة ما بتتجنن بتتجنن، ومتقلبة المزاج بدرجة ممكن تجننك أنت حتى لو أنت عاقل. فمش هتتظبط مع أنثى برج الجوزاء، مش هتتظبط مع أنثى برج الجوزاء، والله بقولها لك، في أي يوم هتصبح مش هتلاقيها في حياتك. وهنا لازم تخاف، لأنك هتتعب وتدمع وتزعل وتقول لها تعالي، وغالبا مش هترجع، يبقى لازم تخاف ان ده ممكن يحصل لك. حال الانثى اللي في المركز الخامس، وحال اللي في الرابع، وحال اللي في الثالث، فما بالكم بحال اللي في المركز الثاني. طب المركز الاول حد توقع هتكون مين؟ في المركز الثاني زعيمة التمرد، ملكة التمرد، فارسة تقف في المعركة ولا تخشى أحد، لا تخشى المواجهة، الفارسة العنيدة أكيد كلكم عرفتوها دلوقتي، الحملوية. أنثى برج الحمل الناري، أنا قلت قبل كده حاجة تلخص هي ليه بتيجي معانا في المركز ده. أنثى برج الحمل ممكن تدي الحبيب كل حاجة، ولو لقت فيها حاجة مش عاجباه أو فاض بيها الكيل، والكيل المشكلة إن نساء القمة كلها مش بس أنثى برج الحمل بتجيب آخرها بسرعة،
وده اللي بيخليها يجي معانا في حلقة النهاردة. يعني ده اللي اقدر اقولك، مش هتطول نفسها عليك. اذا لو انت حبيتها هتتعذب، فلازم تخاف وانت بتتعامل لو انت مرتبط بأنثى من النساء دي. أنثى برج الحمل بقى عندها الموضوع ده شديد قوي، والله لو بموت فيه هدوس على قلبي وحبي واكتم دمعتي وابكي بدل الدموع دم بيني وبين نفسي، بس مع السلامة خد قرفك وامشي. متصدرة نساء الأبراج، أنا هقول زعيمة العصابة عشان أوفر عليكم، هي اللي بتيجي معانا في المركز ده. أنا لما أقول زعيمة العصابة تستشف 90% من اللي أنا عايز أقوله عنها في النقطة دي. زعيمة العصابة، ولا يهمني ولا فارقة معايا ولا بصبر ولا عندي صبر أبدا أشيل همك وقرفك. على فكرة نساء القمة لو صبرت يعني بيبقى غصب عنها، أو ممكن الظروف، خلي بالك الظروف، مش ان هي مش قادرة تبتعد عنك او كده، انت تبقى بتحلم، الظروف اللي جبرها ممكن على كده. انثى برج الاسد والله لا تبالي لو الامر في ايدها كده، لا تبالي، ما تستحملش ابدا القرف بتاعك. عشان كده هي بتتصدر نساء الابراج في حلقة النهاردة. انا عارف ان الاسديات هيبقوا مبسوطين في حلقة او في الحلقات عامة اللي بيتصدروا فيها التصنيف او الترتيب، هي برج الاسد كده. مش انا قلت ان انثى برج الاسد تحب تكون في المقدمه؟ فهي لما تيجي في حلقه الترتيب تلاقي نفسها في المقدمه. عفوا، انزلوا على التعليقات شوفوا الاسديات، هتلاقوهم عاملين فرح مهرجانات، اقسم بالله انا عارف. بحبكم جدا، هتوحشوني. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقه بلايك يدعمها بلايك زي ما قلت لكم. يلا بينا على الانستجرام وبعده على الفيسبوك.